الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعاء مركل رميو ويسدى الآخرين يو يقول بعد فراغه، بعد فراغه على وجه هذا عقب فراغه وقت ومدى حيسين يو رمينت ويسدى يا آخرين الدعاء كويس هذا لما يبا دعاء داس وآخرنا يا وحكى الله صعدا سنسخ قار كتك قرآن زيادات فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حرنا يا شارح لم أقف عليها في كتب الحديث وأظنها استحسانا كمان هي لين كتب الحديث كوحان الله علينا هنا تاي وحويسك ولا تستوي الله قروح بدنا زيادة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سنن مدى دوحة الشيخ ابن حجر الهيتمي كتاب كيس التحفة واحد دليلها إلى هذا حينما جرته النبي عليه الصلاة والسلام إنه يرين لك مسوورين من الديري قرين إن دعاء سل قدر marka waxa laga yaabaa ibn Hajar inuu raaciyay si ay u noqoto marka duco saligi nabigana lagu khatimay oo istijaabadeedii aqbalkeedu u surto qala rahimahullahu ta'ala wa adabuhu al-wudu wa isaysiga adabtiisu istiqbalu al-qiblati wa kathira tuwafa rabbadanta minha waxa kamida istiqbalu al-qibla inuu qiblada u jeesto آداب أيو مصنف كهالك نقول شيئاً هرتينا كيفية الوضوء بكورمي واجباتك هي السنن كباي كتيران رعون مغتاين وكال تفريقين أيو بين المستحب والأدب مستحبك هي شيئا أدبك مستحباتك أيو آدابتو إنك للدوين ويجتمعان في أصل الاستحباب وحيكون كل ميان أصلك مستحب لماذا؟ شيء لنا هو مستحب وشيء لنا هو أدب ويفترقان في تأكد استحباب المستحب شيء ما قاعد مستحب لو يا ري استحباب كيسية سنة نمدس ويكادك تاي شيء اللي يريئون وآدب مستحبا لورا ورقا استقبال القبلة وهو أشرف الجهات وعباده ويسدو كل وجهها لولا شيء سنة يا شو إن كانت جهاد قبلة ضيا وفي عن عباد الإشراء وحكم إذا حديث ك أورانا هي خير المجالس استقبل به القبلة جالس توحى خير بدنك قبلة لولا شيء استوى حديث ضعيف وهي وحكم وجه الحديث كلو يسقون أورانا هي سيد المجالس أما سيد المجلس قبالة القبلة مجلس كوحى هرمود أو أسيتا للع قبلة ذو تشيدا الحديث كعلماء قاركود طرق يا ساند بلي بلادين يكون شاقاني وحسن كن قريه المهمنا قد يدك صابصا قبلة ومكان يجيها مشرفة نبي عليه الصلاة والسلام دعاء أولى جيسن شري حديث كعاري كالصغن وكذلك وحل الديدي إن كاددي صحردي وحيابان أولى جيستو صلاة دلوات أولى جيسن سلف كالعوم وكسو ناطي حتى مجالستو دان عبادة دهين مركب وفضو الدهين قبلة حق قبلة وفضي سن شرين وشي سن شرين إما ثبت ذلك عنه عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه صحابة الرنت هذا كسونا توحى كمذا عبد الله بن مسعود وابن أبي شيبة كوري مصنف كيس ولا يتكلم هذا لما هي قفكي ويسيسري لغير حاجة حاجة لأن حاجة هذا الكوية يردي لأنت لأنه في عبادة هذا الكون عبادة سيئو كمشقولين عبادة نحي يوبا عن طي حضور القلب يوبا عن طي
مركا حاجدو waxay noqon kartaa arin dii waajib ah sida inqaadu a'ma wa kale soo qof indhala oo dab ku dhacaya ama haadan ka dhacaya maslaxa diiniya bay noqon kartaa maslaxa dunyawiya mubaaxa ayay noqon kartaa xaajada loogama jeedo uun arin adag uun loogama jeedo waxaanu ku hadlaa in la sheegayo wixii mubaax ahaa لكن وح مصلحه كتشرتا عن الشرين كائن قال لما مكروه بان لا بل هو خلاف الأولى سقوا يسيسنا يا هذا المباحة ومصلحة دينات يمد الدنيا من نبان كتشرين إن وقوها الله وخلاف الأولى وخلاف الأولى أقل رتبة من المكروه أو من الكراه خلاف الأولى وكدر توصي وحا مكروه على رهضه ومكروه هو ما ورد في النهي عنه الدليل الخاص مكروه حل أورانا يا واحد دليل قاري مركا وديني لا على سبيل الجزم يسقوا أنا وديني وحد التحريم عن قارس سنين واحد مركا عموم الأدلة هي قواعد الشريعة على قاعة أنا يعني كتجستي صوفي عن تاينا سمينتي سوا حل أورانا يا خلاف الأولى الدليل قارا بمركا عن ديد مدي سانكو سعرورين وحلو يبدأ وحو كبلابي بها على وجهه وكبلابي وجهيسا حلقة وصر رئيسا ويدوى موضع السجود وهلو كسجوده وهلو كشرف طبضا للاتباع نولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام حق أصلا يكسو بلابي جري وانا دي سيدة سهلا وضو حقا هو سو كبلابه وعدعي كرتو حويان ديني بيوه اي كقلان ميلاه قاركود ولا يلطمه بالماء كل رباح ما يبيح يعني سيانة أدبن فإن صب عليه هديه وقش وغيره وقفا لسقع يعني بدأ وحكو بلابيا بمرفقيه كعما مرستو دا الصحولاتو كبلابيا دعيد وقش شويس وكعبيه لقاء مرستو دا كرامو كبلابيا دعيد وقش شويس لأن ذلك أسهل ساسي أيام سهلا وإن صب على نفسه هذو يسوي سقوش الشبيانة بدأ وحكو بلاوية بأصابع اليدين والرجلين حقا يكسو بلاوية بلاوية لقاها أنا حق فراها يكسو بلاوية كل مسألتنا ومحل خلاف أو كالقادستني وصدا الرملي وتلمامي أمو الشاقي ابن حجر سقوح لي مطلقا يدو الله كلا قادم مركو يسو كش شبان يا مركو لغور شبيه كعمان السعر كو كبلابا يا لغاها انا كورانتا ايو كبلابا يا وحانا رنتها سي وافق سنتها اي ظاهر القرآن وايديكم ما يعاد عكسها فروق كسو بلابا يا يولي قعمها لغاها انا فروق كسو بلابا من حجر ساسولي وانا سا ظاهر القرآن وافق سن او إلهي سبحانه وتعالى وحي وأيديكم إلى المرافق وركا إلى المرافق مرد لي ردة مرست حق قعماي فراي كصوب بلا وانت حق الوسعتي وأرجلكم إلى الكعبين وركا حق فراي على قصوب بلا بي إلى قرآن تأيي لقارسيني نوينا رحمه الله تعالى وعدت المامي مركا اللغة هي قعماي سبو كالقاضي أقوال كالدور وإسخلاف سنة بسلده وكله ينوي وحو يري ويتعهد وحو سيقار وقور عينيا أماقي عينيه لبدي سيدود اليروين كودة ومجر الدمع منها وميشا المضى يكسوا بحضي اليرادة ينو نقال ويواميل قدن مرقى قار كودو حلقيا وحفتشي وحاسيني فولان وبيه ديري قاران أي كعليان أمد بيه بيني كبودان كسيقار أي وقور عينيا أما حديث كورني وكان يمسح الماقين إمام أحمد وريه وحديث ضعيف ويسو ويتعاد وحو سيقار وقور هين يعقبيه لبدي سعيد بودي ونحوه من يميلها لمدكا حقيقة لمدة ميلها مركا يدعضو إن لغتها ما يرستو وبيهاني قارن ومما كمد مواضع دي
يخاف لغا بقى إغفاله قفكو إنو موغنادو ميرستو دو كتغو سيما قران في الشتاء وقتك قبوبه إذا قفكو ويسدي باع يدي بيسو وإنبي قوحل ويل للعقاب من النار بولي نبي عليه الصلاة والسلام وعرباها مركا أنبياء قارسين عين إن النار السوق يسور رسولك الشيخ حديث كان البخاري مسلم وليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويحرك بولو دقاتنا يا خاتما خاتم وفرق الكيس حتى يدخل الماء سيبيه قلان تحته وهو استيس حديث بكسو عروري حديث أبي رافع أن رسول الله كان إذا توضأ حرك خاتمه وأنا حديث ضعيف مع عمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه ما كنت شرى لبدو دون السجن أبيه وضعيفان هذه مركة فرق الكيد ونرقاتين بيه أي هوس قليان إلا رقاتيها فر الماء هذه سكلان بيه كوس قليان فرق الكاس إلا رقاتيها واجب الغرس لأن غسل ما تحت واجب وحكوس إلا ما يدعو واجب فرق الكوح اللهم إذا وحيابا كلاي لحنوردن الوحي دو حبناها ويسده ويخلل فراها وبيالا أيو كالدح قلين يا أصابع رجليه ويخلل وتخليلنا يا أصابع رجليه لبدي سلقود فراه ده بخنصر يده اليسرى قعنتي سبديح فريره ده يبدو وحانو كبلابيا بخنصر رجله اليمنى لقتي سميدك فريره ده كصوب بلابيا حقاوز كصوب بلابيا تنو استعماليا فريرادا قعنت ميدك فريرادا لقت ميدكنا تخليل كو كصوب بلابيا فريرادا يفرت كو عيكتا دحدودا يو فريرادا كلا دح قلني اساس وضيا الا فريرادا لقت بدح وكقاري بخين صاري رجلي اليمنى من اسفل حق وصايا لو كتخليلنا يا الى خين صاري اليسرى الا وكقاري لقت بدح فريرادا فراه يجا سالب التخليل والتشبيك سال سودح قليوي يا كفلان والتخليل كفلان لقط نصاع الشاعي نبي قول حوري إذا توضعت فخلي الأصابع يديك ورجليك إمام أحمد الترمذي بوري تخليل كنوا إن فراها فراها لك لدح قليو سي فراها دحدو ذا بيو يسيف عن قارن هدي تخليل الآن أنا بيو قارن تخليل كواجب ونغنية دي بدون التخليل أي فراها دحو ذا بيو قاري أنا مستحب أي نغانية صورة ذا وشاقها فريرة ذا ميديق لاستعمال أيو فريرة ذا ميديق يلقاها أنا لقب لعب أيو واحد دليل صحيحة وشيقية متشرو ولهذا بيت تسريحيين كثير من أئمة الشافعية إن فراها ودمي يسكمي ذا رنتاكيهين ويكره وحل كرها أن يغسل إنه ما يرو غيره وقف عن الصقع هيني أعضاء وحبنه سهل العذر عذر دار إنه شراء أو جيمو يعني قفك حبنه ويسد الله ما يرو ويرستو دل باشره ومكروه إنه عذر دار شراء عذر دار كوح رغن كرا إنه تصال عن قفك قعم الله يهي وكلا أما إنه يقف بدينة وآدو بوران ودي لكتيسي تصال عن أن قانا هيمبا يوحي اللميدة قفك لروحي وما يريكراه دو يساقو إدمه إلا مريست النية وبعانته دار يساقو إدمين مريست قفك كلاو ما يري وحبهو تاري مريسو إن عيد كلاو ما يريد مكروه تاي وحبهو دليلا لأن المتوضي مأمور بغسل أعضائه قفك ويسيسر يساق اللفتي ساقو أمرين وحبنيه سميره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سقاكوا أمرا نبي يقول إنك عربي وحكوري توضأ كما أمرك الله هو يسيسو أدقوا معنا وفعل كو يسيسي السماء سيلا يقوا أمرا ويكره وحل كرهابو لتقديم يساره بدحدي سينه الرئيسي وعلى يمينه وكور رئيسي لأنه آخر خلاف السنوي كان النبي يعجبه التيامن بدقين سجى النبي عليه الصلاة والسلام وشعراء هديسه تبديح والرئيسية سير الشاعرين لبعض الجعمات وعيس كذا دقيين حبين قل لبعض الوقود حبين قل عيس كذا دقيين كان تبديح والرئيسية والسنة أون
بالإجماع ابن المنذر بقى كمان علماء الإجماع عصون نقش أنه إذا قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركب السندة لويديه وحيري أنتم بدح الرئيسي بولي لا أبالي بأيهما بدأت أنا وأبي لما يحق بناني ذا تودا عن أنكو بلعبا ويكره على كراهة الإسراف وعلى كراهة اللي هو إسرافه في الماء بي اللي هو إسرافه غفك أنت وقف في الله إذا فرلك يا سنة بقود يسين كبضان إلو استعماله النبي عليه الصلاة والسلام إسراف جير رجع إسراف كيو حكوش يا جيون إنه مكروه يهاي بعده الشافعي وحنا ذا وحاران إسراف كنهي صريح لك صاروري ولا تصرف ولا يحب المصرفين كل واشرب والبس من غير صرف ولا مخيلة رسولكم عليه الصلاة والسلام سيد رماج وريي وعصام رأي مر بسعد وهو يتوضى فقال ما هذا الصرف ما هذا الصرف رسولكم روام حي سعدوا إسراف كان قال في الوضوء إسراف ويسدم إسراف باق قلبه قال نعم وإن كنت على نهر جار حتى هدي دول شوكته وبي سعرية يعني أنت فرالك كوكو ديسي السنين كبضل إن استعماشا وفنال أما هو مكروه ويندب وحا للسنية الله يبقى الله يبقص إن أنه كيران ماء الوضوء بيها ويسيسه عن مد مد ومدك رطل وثلث بغدادي والرضل هي ثلث رضل بغدادية ولا ماء الغسل وحا للسنية بيع ما يرشد إلى ركيرا عن صاعد وهو صاعنا أربعة أمداد وهي رجع حديث الصفين بقى الدليل ومسلم يعني وريين كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد نبي يقول حكومة ينشر الصاع وحانو كويس ينشر المد كان أنت كيري وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينش ويندب وحى للصنايع الا ينشف اعضاءه ان ان قلتين حبنيس حبنا ويسد ان ان قلتين حديث ما جرى انس الغوري ضعفنا وكسغن يحيى قرن ان رسول الله لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء لكن ابو بكر وعمر يبا سمين جرى قالوا ان كلمه مركا و مكروه إن بيه ما رشد إياه ويسد إياه لسك قلت إياه حبيت اللي شدوا حكم إذا حديث وميمونة وخارج مصر أن النبي اغتسل فأتيته بمنديل فلم يريده نبي ما يدي وحنوك يا نبي تري توال من شفع دبعتنا مو أقبلين فانطلق هو ينفض الماء بيده ودقا قيسه بيه اسكيوه رقفية قعدتيس جماهير العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة هي قول الشافعية بوحلي مكروه ما تنشيفكم والدليل كرائزة المامة هي أنشري نبي عليه الصلاة والسلام إن أنا ميمونة مرضى كقادرنا كرها وحتصير هي معنا أما خلاف السنة عردها سينيته ونبي عليه الصلاة والسلام إنه صاب كلاو دي دي بعد عكرتها مرضى مركة وصارهان وحكوه قاعد ولا ينفض يديه قعميسا يعني هرقو في مايو بيسا وهرقو في مايو حديثك صار وري أرنت الديدي والضعيف إذا توضعتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان صحيح أنا حديث ميمون وصريح كياي وإنه بيها مركائس كهرقو في كرم وإنسا جماهير العلماء كتقين ولا يستعين كالما يسمى بأحد أحد أحد كاسو يصب عليه وغش الشبه ويوحي لي وترفه والراحيس مركا عباديس تواضعي الله يسلو لقي الله كفك ويمحال قد جوابه حديث مغيرة ابن الشعبة يسبه الماء عليه ويتوضع حديث كاسوا يكسو قنطا عين النبي عليه الصلاة والسلام بيا وغش الشبه النبي قوي سيسنية حديث البخاري ومسلم وكذلك في الصحيح إن أصام والنبي قوش الشوبية مرنا عبد الله بن عباس رجع حديثها سمح حالك قد شوابية وحليه والضيق الكمين شبدي وقشنابا هل كاقع عنتو هاي كسوا بحضاي عريري هاي تانسيكو السنبية لكن سيدة صحيح وحوية
الاستعانة بالصب إن أنا وحدي أنا الهين أنت صو صحابي أي النبي عليه الصلاة والسلام وشوش ولا يمسح مسيح ما يرقبة قرط مسيح ما ي ركا استعانة حديث بتشرا أورانا يا أنا لا أستعين في وضوء بأحد سنو يقول في المجموع وحديث باطل لا أسن له حديث أنس الله يهين ولا يمسح مسيح ما يبود الرقبة قرط مسيح ما ي وفاق للنووي وخلاف للرافعي الرافعي بعد العامين قرطة إلا مسحاء السنة وحنود للشدي حديث الليث عن طلحة بن المصرف عن أبي عن جدي وأنا حديث ضعيف وي حديث كلو ضعيف لا ويقص عرورته مركب حديث أكوان صحيح ما تشروه حديث أسراف الدليل الشذي ولهذا النووي رحمه الله تعالى في الروضة وحط البامي يعني إن أنا ويسد كم دعين قورتا إلا مصح ابن القيم نوح لم يصح عنه في مسح العنق حديث البطة وحديث النبي كان صحيح قورتا إلا مصح تلمام يا مشيق يا مجرم ولو كان هدوية تحت أثفار عديس هوستو دوسخ أسكك أسكك قاسو يمنع الدليل وصول الماء به إني قارن بشرة كوسيسة لم يصح وضوء ويسدس عن صحيح ميسو وهي عديدة هوستيد وفي حكم الظاهر تير كان ظاهر كي مرسدس وهي واجب كتاي أي لحكم تي وركادو تير حائل بي كعلين يد ما يدمن وي وره هدي حبنتي ويسد مالك بدان ما يدمن ويسدي عن صحيح ميسو لكن وسخ هزكي تير تبي عدي تاي وسخ عن علين هاين إن بيه أي قاران عديدة تير كوسيسة وحد يوم الله أيضا وعكلا يكسر الريبان إذا تحجر ما تحت الظفر من الوسخ أسكق عديدة وستي إذا كنت لها دون دقى حيوبه ويأدك تهيبا إن لقد ساره مركات دي وحن نقرية من الجسم وحتيركي كم دو كلا يوم نقرية ودوش عيوب بالك ما يريه ولو شك بودي هدو شكية في أثناء الوضوء ويسأل دحين هذا شكيه وكشكيه في غسل عضو حمين ميرستين لزمه أي غسله ميرستي سكوة تمس مع غسل ما بعده أنت كده بيسين ميرستو ده ينكسر عليه أي كوة تمس وايو ده أصل كوينا إنه ميرن ولين ويسد ويكود تيرة في أثناء الوضوء سواء قيد الأصعب مركا يقين تا إنه ميرن شكي كشك سير وما يري ماشي الغيوم حكم كده ماشي الغيوم صار كده مركا مرة دو حبين تاع ما يري أنتي كده بيسير وين كسر علوي ده ترتيبتي أي اللو بعيو أركانتي كمذا أو شك ما هو كشكي في غسل عضو مو كشكي قارمة بعد فراغه مركو يسدي لما يكدب لم يلزمه شيء حواجب كماه وهي ظاهر كوام حي إنه يسدي وسيس حي ولا عدوي سلاد لفتيد والله ميد الشك بعد العبادة لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر وهذه الشك العبادة دعاء راد يحكم الله يهلا قفكم مركز دمين وسواس بك قاضية عبادة ويسان نقطة صلاة نقطة ظاهر كذا ظاهر كوا أن العبادة توقعت على الوجه الصحيح أي حكم كالقل سيال قب نينية ويندم وحل الصنة يبول تجديد الوضوء ويسد العثمان السيوم لمن مد بالله صنع يصلى به كنت كذا فرضا صلاة فرلا أو نفلا أما صلاة صنع حديث أبي هريرة والدليل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء سواك سواك أي بسواك وحنا حديث كاسي وريي إمام أحمد يبا وريي كذلك النسائي والترمذي أنس بن مالك نوح كان رسول الله يتوضع عند كل صلاة نبي الصلاة كستوه سيسنجر قيل أنتم كيف تصنعون إذن قلت صحابة ذات إنسات سمين جرتين قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث صلاة هذا ورده ويسا قلنا كنت كان شرني مردان نويسا تشبين بخاربا وري وغيره مركا يتوضع عند كل صلاة صريح كماها ويسد جديدين إنا أحيان لكن ظاهر بي كتها ومقابل وقال لك إيقو إني كنت كنت رأي صلاة أردن هل ويس مرداني ويسد جبين
معناه دوا محي نبي قال عليه الصلاة والسلام سقوا ويسقبا أيها درة صلاة والبا ويسيسن شري ويندب والله الصنيا الوضوء ويسيسجل الجنوب من بالله الصنيا من جنابه قبوا يريد دونيا أكل عنس أو شربا مع عبس أو نوما أو مهرد أو جماعا آخر أما إنه قال ما تدب وقول نغضب حديث عمار بأودل لأن النبي رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضع وضوءه للصلاة إمام أحمد الترمذي بوري عائشة واحد تركان النبي إذا أراد أن ينام هو الجنوب غسل فرجه وتوضع وضوءه للصلاة وخاري مسلم بوري وحكرا أبو سعيد والنبي كوري الحديث في صحيح مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضع هذا المتكين حاسك إسلام وعامل هذا والدوانا مركا لأنه كنا قدها ويسيسته وأنه السببية فإنه أنشط للعود زيادة سوحي كترتا في مستدرك الحاكم ومسلم وورين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.